بعد مرور أسبوع بالتمام والكمام على حادثة زلزال الحوز، بعثة الحوار بريس لا زالت مقيمة هنا وبالضبط بفيلاج أو مركز أمزميز. هذا الزقاق الذي أقف فيه كان يعج بالناس ويعج بالمتسوقين والمتبضعين، فهنا كان سوق، كنا نقتني من هنا الخضروات واللحوم ونقتني مجموعة من ما يحتاجها الناس. فأصبحت بين عشية وضحاها خراب في خراب كما ترون، نسأل الله تعالى اللطف. فلا زالت ملامح الصدمة ترى على وجوه الساكنة هنا. هذا الزقاق بعدما كان يعج بالحياة ويمشي فيه الناس ذهابا وإيابا للتبضع أصبح خالي، وأصبح يمثل الرعب، يمثل الخوف. لعلنا نتعظ، لعلنا نعود إلى الله. فسوف نواصل معكم إخواني أخواتي متتبعي قناة الحوار بريس وجريدة الحوار بريس الوطنية، بحيث سوف نقوم بجولة هنا بأمزميز، وكذلك سوف نصعد إلى الجبال إلى المناطق المنكوبة بعد مرور حوالي أسبوع، لتشاهدوا ونشاهد معكم أين وصلت الأمور، أين هي تدخلت الدولة، أين وصلت المساعدات، أين وصلت إجراءات فك العزلة، أين وصلت إجراءات الطرقات المغلقة، حتى تعيشوا معنا الحدث لنشاهد ولنتيقن كما قال جلالة الملك نصره الله، وكما عبرت عن ذلك مجموعة من الشخصيات على مستوى الدولة، الناس الذين يصورون على سير هذه البلاد. فهناك تدخلات استعجالية، وبالفعل في ظرف أسبوع تحققت أشياء كثيرة. في ظرف أسبوع استطعنا احتواء الأزمة، وسوف نقوم بتصوير هذه الأمور هنا في الأماكن المتضررة، وسوف نلاحظ كيف استطاعت الدولة بأجهزتها من جيش ودرك ملكي ووقاية مدنية ومسؤولين ومنتخبين، كيف استطاعوا احتواء الأزمة في ظرف وجيز، في ظرف قياسي. تحية لكم، التغطية مستمرة.